الخير ويوم جديد مع دعوة للحب. العلاقة العاطفية تحتاج بينا كتير جدا، بين الجذب والشد في حياتنا، وبالأخص لو في، أنا بقصد العلاقة العاطفية بين الست والراجل في البيت، متجوزين أو مخطوبين، لأن الحب هو دوت بيتسم بالحب والطيبة وبخص أكتر، بخص الست اكتر من الراجل، لان انا شايفه ان يعني الست بتغير اكتر من الراجل، ولا الراجل بيغير اكتر من الست. ايه رايك؟ صباح الخير يا شيري، صباح النور. صباح الخير على كل الشعب المصري. الاتنين بيغيروا، بس الست انا شفت ان الست بتغير اكتر. الست بتغير اكتر، يمكن علشان في بره بيبقى الراجل بيكون اختلاطه اكتر قوي بستات كتير، او بيبقى الست دايما بتبقى مهتمية بنفسها للأسف بره البيت اكتر ما بتكون مهتمية جوه البيت، فعلشان كده الراجل بيشوف ما احسن صور الست بره البيت، لكن الست غصب عنها طول ما هي في البيت بتكون في الشغل، لو هي في الشغل بره، لو هي عندها في اطفال، لو عندها في المطبخ وفي البيت وفي النظافة وفي كل الحاجات دي، فعايزين على قدر الإمكان الست تكون مهتمية بنفسها جوه البيت وبره البيت، علشان لما الراجل بيشوف نفسه بره البيت ولما بيسمع كلمة حلوة، الست زي الراجل، الست بتسمع وبتشوف، والراجل برضو بيسمع ويشوف. صح؟ صح طبعا. والمشكلة ان في اشاعة بتقول ان الرجالة بيبصوا بره وعينيهم زايغة، وده كلام مش حقيقي طبعا. يعني معروف ان الرجالة بيلتزموا وبيكون ليهم الولاء الكامل للست اللي معاهم. لا، الكلام ده احنا كده هنتخانق على الهوا، عشان الكلام ده مش حقيقي، مع ان انا شوية مع الراجل في الحتة دي، لان هو غصب عنه بيشوف بره ما يلذ وطاب من بتبقى مهتمية بنفسها وبشكلها وبالحال بتاعها عامة بره. لكن برضو عايزة اقول حاجة، ان الغيرة في حد ذاتها سلاح شائك، سلاح ذو حدين، يعني لو زادت شوية هتبقى في مشكلة كتيرة، هتبقى في مشكلة كبيرة، لأن كم من البيوت عندنا حصل لها هدم في البيت بسبب الغيرة، ولو قلت قوي هتبقى عدمة، هتبقى طعمها مش حلو. فأنا شايفة إن هيبقى خير الأمور الوسط، ما تبقاش زيادة وما تبقاش أقل، وعلى قدر الإمكان نحاول طول ما الست بتحاول تدي الراجل الأمان، أو تحاول توصل له صورة كويسة أو صورة كاملة بالمشاكل اللي هي فيها او بالناس المحيطة حواليهم، انا شايفة ان دي هتخليه على قدر الامكان يبقى فيه ثقة. لازم تكسب الراجل كويس جدا، وبالاخص الراجل الغيور، لان الغيور انواع كتيرة جدا. لازم تعرفي الراجل او الست الاتنين، لازم تعرفي انتي شريك حياتك او شريك حياتك، انتوا الغيرة بالنسبة لكم اني نوع وتصنف من اني حتة، علشان انا اعرف اتعامل معاها او انت تعرف تتعامل معاها ازاي. ولا ايه رأيك؟ هو الراجل المصري بيبقى غيران بجد ولا بيبقى حب تملك؟ دي بقى مشكلة كبيرة جدا. لازم، بص هقول لك حاجة، هو خلينا متفقين ان الغيرة عامة نوع من انواع الحب، لكن قلت او يعني سواء كتير او قليل، فبيبقى نوع من انواع الحب، بيبقى ساعتها بتحس او الراجل بيبقى شايف ان الست اللي معاه دي، حتى لو هي شايفه نفسها مش حلوه قوي او مش في احلى منها كتير، لكن هو شايفها قدام عينيه الدنيا الملكه بتاعته، فغصبا عنه بيغير. مش حاسه يا عمرو ان هو يكون نوع من انواع التملك. يعني في انواع طبعا بيكون الراجل بيبقى عايز يتملك الست في الحته دي، لكن بيبقى ده ما يصح، يعني ما بحسوش ان هو يبقى بيحصل مشاكل كتير، بيبقى بيساعد على هدم البيت بسرعة. يعني من اقل مشكلة لازم يبقى فيه توثيق، من اقل من لبسها، من خروجاتها، من صحبتها في التليفون، فلازم يبقى الاتنين فيه ثقة على قد ما نقدر. لازم زي ما انا هحاول ادخلك في حياتي وشاركك مشاكلي وشاركك في الدايرة اللي انا فيها، لازم انت كمان تساعدني ان انا اديلك الثقه دي. طيب، هو دلوقتي لما ياخدوا اكونتات بعض بالباسوردز
على السوشيال ميديا، يعني لما كل واحد ياخد الباسورد بتاع التاني على السوشيال ميديا ويخشوا على بعض، وبعدين يقول لها تشيل صحابها الولاد كلهم من الفيسبوك. هل دي غيرة ولا خوف عليها ولا قلة ثقة؟ قلة ثقة في نفسه أو فيها بقى؟ وشاهد شاهد من أهلها، ليش دعوة أنا ما قلتش حاجة ولا إيه. بس ممكن نقول بص، يعني مش بيبقى قلة ثقة أو حاجة، لكن اللي انا شايفاه او من الخبرات اللي احنا شايفينها حوالينا، لان كلنا طبعا من كل سن وكل عمر بيكتسب خبرات، كون ان طبعا بيحصل مشاكل كتير قوي في موضوع السوشيال ميديا، خراب لحاجات لبيوت كتير جدا ومشاكل كتير جدا، لازم نتعامل معها بذكاء، وبالاخص الست لازم على قدر الامكان تتعامل بذكاء في الحته دي. يعني لو هما الاثنين خدوا باسورد، ودي متهيألي في الاغلبيه لان ما دام الاثنين متجوزين او مخطوبين، بعتقد ان ما فيش خصوصيه قوي في الحته دي، فما بيكونش ان في ثقه او قله ثقه في التاني. لا، انا شايفه ان الراجل عشان هو بره شايف مشاكل كتير، شايف الحاجات اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل في السوشيال ميديا، الخداع الالكتروني اللي بيحصل، فبيكون غصب عنه هو خايف على الست اللي معاه، خايف ان ممكن واحده تكلمها تتعرف عليها وهي راجل مش ست. بيحصل مواقف كتير جدا من كده. يعني انا مثلا في موقف، في مره في واحده كانت حكيالي، كانت منفصله، وفي واحده طليقه جوزها عملت اكونت فيك وحكت لها كل الحكايه، نفس حكايتها بالظبط، بس على ان هي مخطوبه والتانيه متجوزه. فابتدوا الاثنين يتصاحبوا، ابتدوا الاثنين يتكلموا مع بعض، لكن طليقة الأولاني هي اللي كانت بتستدرج البنت التانية دي أو اللي هي المطلقة التانية دي. طبعا حصل مشاكل كتير، لكن دي كانت من ضمنها إن في خداع إلكتروني. فأنا شايفة إن الراجل لما يقول لها حتى كمان شيلي دي أو شيل ده، أنا شايفة والله إن الراجل بيبقى عنده بعد نظر للي قدامها. هي تحاول تقنعه او تحاول تبين له وجهة نظرها ايه، ان هي متمسكة بصاحبتها، اصل مش هنيجي برضو بعد سنين طويلة واسيب صاحبة عمري، لازم اكيد هيبقى فيه عندي نقطة او لازم هيكون فيه عندي ثغرة واطمنه. معانا استاذ روماني، معانا اتصال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انا شايف حضرتك ان موضوع الغيرة اصلا بتتولد من عدم الثقة، يعني بيحصل عدم الثقه ما بين الطرفين، فعشان كده بتتولد الغيره. فالمفروض يبقى فيه الزوج والزوجه او الحبايب، يعني لازم ايه، يبقى ما بينهم يدعموا موضوع الثقه، الثقه بالموده والحب والتسامح وان احنا نعدي لبعض، ما نبقاش مثلا ماسكين كل واحد على الواحد كده يعني. فموضوع الغيره اصلا موضوع يعني مش سهل قوي، واخد بالك على اساسه ايه بتتهدم اسر وبتضيع علاقات كويسه وطيبه يعني. فانا شايف ان موضوع الغيره لازم يعني يتعالج بشكل ايه كويس يعني. شكرا. متشكره جدا استاذ روماني، يعني ميرسي جدا لتدخل حضرتك وفي الاتصال معانا. يعني ولما يكون في راجل ان هو يكون متفهم حاجه زي دي، فدي بتساعدنا ان هي بتوصل رسالتنا ببرنامج دعوه حب، ان احنا يبقى فيه دعم من كل ست وكل راجل ان هو يبتدي يحسن من نفسه، ما يعتمدش ان التاني هو اللي يحسن منه. صباح الخير، معانا استاذ ايمن. ايوه حضرتك، انا عايز الاستاذ علي عطيه. سوري، مين حضرتك؟ علي عطيه. سوري، اوكي، رقم غلط. اوكي. فانا شايفه نكمل. انا شايفه ان هو شايف اكتر من منظوره هو، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل يكون في اتصال اكتر، لان الرجل الغيور ده مشكله كبيره لسبب، لان يعني احنا لازم نعرف رد فعله رايح لحد فين. في رجاله او ستات الغيره عند الست زي الغيره عند الراجل، ما بتختلفش. يعني انا شايفه برضو ان الست عندها برضو نوع من انواع الغيره برضو من الراجل، ما هو بينزل الشغل بره كتير، بيبتدي يقابل ستات حواليه، بيبقى فانا شايفه ان برضو الست محتاجه ان الراجل محتاج ان هو يسمع برضو، يكون في ثقه من مراته اكتر. ست
الست والراجل الاتنين فعلا لازم يكون بينهم ثقة، يعني زي ما الست محتاجة ان هي تسمع، الراجل كمان محتاج ان هو يسمع. ايه المشكلة لما انت تديله ثقة في نفسه؟ في كلام حلو بيتقال بتخلي الراجل لو هو حتى زي ما عمرو قال ما عندوش ثقة في نفسه، ايه المشكلة ما نخلي ندعم الثقة دي؟ بمعنى نقول له لبسك حلو، ريحتك انا ببقى شماها من بعيد، انت شكلك النهارده امور قوي، طب شعرك تسريحته مش عارفه ايه، في حاجات كده قيسي بقى على كده كتير. بالنسبه لموضوع الريحه يعني ريحته في برفانات يا عمرو، في برفيوم كتير بتبقى يعني ريحتها حلوه، انت ممكن حتى لو انت شايفه ان في حاجه ناقصه في جوزك كمليها. يعني انا مش شايفه ان هو عيب لما يبقى فيه عندها مثلا شايفه ان في نقص في حاجه زي اللي انت قلتها دي، ايه المشكله ما تنزل، مش لازم تقول له. يعني انا شايفه ان هي مش لازم تقول له انت فيك ريحه كذا، او مثلا الرجاله اللي بتشرب سجاير كتير ممكن بتطلع من ليهم ريحه. طيب معانا اتصال تليفوني وهنكمل. معانا ساره من الدقهليه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ صباح الحمد الفل. لله صباح النور. عاملين ايه؟ موضوع الحلقه ده تحفه جدا. بجد انا اصلا عندي مشاكل بقى مع جوزي بسبب الموضوع ده. انت عندك قد ايه الاول؟ انا سني صغير، عندي تقريبا يعني ماشيه في 24 سنه. عندك اولاد؟ عندي ولدين، ما هو ده المشكله. ربنا يخليهم لك. تسلمي يا حبيبتي. انا جبت ولدين ورا بعض، وطبعا انا وجوزي يعني بسبب اللبس بقى والخروجات مش عارفه ايه، وهو طبعا شغله اصلا حوار شغله في ستات كتير وكده، فانا طبعا اتلبخت بقى في الولاد وكده، وبدات ان انا غير عليه طبعا من بره، يعني البيت من بره، لانه جوه طبعا بيجي بقى ليه ربطه دماغي ومنعكشه وحوارات كده بقى عشان الولاد طبعا، فده عمل لي مشكله معاه اصلا. فالموضوع اصلا من البدايه المفروض يبقى فيه ثقه، بس مش اكتر من كده يعني. بصي مرسي جدا لاتصالك. فاللي انا هقدر اقوله لك ان احنا ممكن نحاول نعمله على قدر الامكان، انت حاولي، معلش انا عارفه ان الموضوع بيبقى مرهق، لان ما دام ما شاء الله في ولدين في البيت او في طفلين في البيت فبيبقى الموضوع شويه مرهق عليكي. قبل ما جوزك يرجع بنص ساعه، انت محتاجه نص ساعه بس، شعرك لو نوعه كيرلي خليه كيرلي زي ما هو، بس نظبطه، مش لازم نحط ميك اب. في حاجه في تنت كده بيبقى فيه زي لون بينك، ممكن تحطي في شفايفك، تحطي في خدودك حاجه بسيطه، بحيث ان هو لما يجي يلاقي في اختلاف. معانا اتصال تاني. طب هنكمل الاولاني وبعد كده ناخد الاتصال التاني ونكمل. اتفضل. مين؟ منى. استاذه منى معانا. الو. صباح الخير. صباح النور. استاذه شريهان، انا مبسوطه جدا ان انا شايفه حضرتك، وبستنى كل سبت علشان بتفيدينا بحاجات كتيره. يا حبيبتي ربنا يخليكي. فمن فضلك انا عايزه اتكلم عن الغيره لو سمحتي. اتفضلي طبعا. يعني انا من صغيره، انا كبيره 62 سنه ما شاء الله، وجوزي 65 وراجل محترم وكويس، باين على صوتك على فكره. بس للاسف طلع معاش، اما طلع معاش كل يوم ينزل الصبح يروح في مكتب بتاعه ويفضل قاعد ويجي، بعد كده يخش على اوضته كان هيتغدى، ويقعد على الموبايل ويقعد على تلفزيونه، مفيش وجود خالص في البيت. انا عايزاكي تفيديني اعمل ايه لو سمحتي. يعني هو اما نازل اما بيحضر لقاءات مع اصدقائه، مفيش وجود في البيت في حياته خالص. فاستاذن حضرتك فيديني من فضلك، لان انا كده كل سبت هكلمك على نفس الغيره، يعني حتى لو ما كلمتيش على الغيره انا بس انا بغش عليه، يعني انا عايز حق من حقوقي بس ان يخرجني اذا بيخرج مع اصحابه، مش اكتر من كده. ففيديني من فضلك. حاضر يا حبيبتي، ميرسي جدا لاتصالك استاذه منى. ممكن هي تتقل عليه. هي تتقل عليه. يعني لو هي بتخدمه نفس الخدمة مش تمنعها، بس ممكن تقلل حاجات معينة فهو هيلجأ لها. يعني أنا شايفة يا عمرو إن بص، هي يعني السن دلوقتي حاجة وستين سنة، يعني هما في مرحلة إن محتاجين الاتنين يبقوا مع بعض، محتاجين الاتنين يساندوا بعض، يعني مش محتاج إن هو يبقى في جزء بره أو يبقى على طول بره البيت. ما هو في واجبات وأنا ليا حقوق، يعني في واجبات وفي حقوق، فأنا في واجباتي أنا عارفاها
طب فين حقوقي اللي احنا عايزينها؟ يعني اللي انا شايفاه في موضوع حضرتك، شوفي انت محتاجه ايه وقولي له. انا مش شايفه ان هو عيب ابدا ان انا اروح اقول لجوزي انا عايزاك تخرجني، انا مش شايفه ان ده عيب. مش شايفه ان ممكن لو انا محتاجه ان هو مثلا لو هو بيقعد في اوضه وانا بقعد في اوضه، او هو بيقعد بره في الصاله وانا قاعده في الاوضه بتفرج على تلفزيون، او هو بيتفرج على الماتش، نحاول احنا الاثنين نشد بعض، هو ياخدها في الاوضه او بره في الصاله يقول لها تعالي نتفرج على فيلم. لو هو بيحب الكوره طب ما اروح اتفرج معاه على الكوره. لازم يبقى فيه اتصال بينا، ما ينفعش هنقطع لان دي حياه. فما ينفعش ان انا اقول خلاص انا عايشه عشان خاطر الاولاد، عشان عايشه عشان خاطر سني انبسط. لازم ان انا اسرق السعاده بالطريقه اللي تريحني وبالطريقه اللي انا عايزاها. طول ما احنا في بيت واحد في حب، طول ما في شويه غيره يبقى في حب، يبقى في حته هنا. طول ما لو الراجل حتى بينزل يشتغل عشان حتى يجيب لقمه في حب. معنى اللي انا كلامها يعني هي مش بتحبه، ده هي بتموت فيه. ما هو يعني عشان كده انا الحقيقه يعني شايف ان هي تتقل عليه. يعني انا مش مع يعني كلامك مش غلط ولا، بس انا شايف ان ممكن لما هي تبين له ان هي محتاجه كذا وكذا وكذا، ربما هو يعني يتمادى في التقل. انا شايفه ان البعد بيولد جفا. انا يعني انا شايفه من رايي طبعا، يعني ممكن تاخدي الرايين احنا اكيد في الاخر هنتفق على حاجه، لكن انا شايفه طول ما في فجوه وما بتكلمش في المشاكل، ما بتكلمش انا عايزه ايه بدلع بحب، حتى لو عندي 70 سنه اروح اقول له انا نفسي في ايه، انا عايزه ايه، مش عيب. ولا ممكن بس نقول احنا عايزين لبس او عايزين نخرج او عايزين حاجه معينه، قولي له كلمي معاه. وهو كمان لو سمعنا دلوقتي يا ريت يعني ممكن تعملي له منشن. اعتقد صعب يبقى سمعنا، ان شاء الله يبقى سمعنا. لكن اللي انا شايفاه ان هو كمان لازم ياخدها. ممكن لو في الاول حتى تدللت عليه شويه وقالت له مثلا، لو قال لها تعالي نخرج وهي تدللت عليه شويه قالت له لا، ياخدها بالعافيه. الست بتبقى محتاجه الاهتمام الغير مطلوب، لكن غصب عننا بمشاكل الحياه. المشكله ان هو ما بيقولش، دي المشكله. الراجل ما بيقولش؟ لا، هو يعني الكيس اللي هي الحاله اللي كلمتني دلوقتي، ما هو للاسف هو الخط قطع فاحنا ما كملناش. الكيس عباره عن ايه؟ ايه يعني ايه الموقف اللي بيخلي فيه فجوه بالطريقه دي؟ يعني المره الجايه يا ريت تكلمينا الحلقه الجايه عشان نعرف بس يعني في جاب نتيجه ولا لا، ونسال. عايزه اسالك برضو شويه حاجات، او كلمينا على الصفحه على دعوه للحب، الصفحه بتاعتنا، كلميني وانا هقول لك ايه اللي احنا ممكن نعمله. فانا شايفه ان هي لازم تقول له صباح الخير، معانا احمد. الو. ايوه يا فندم. ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير. أيوة. اتفضل حضرتك. طب هو بالنسبه بقى للست اللي هي بتكون بتدور على النكت كده، يعني ما تفكرش في النهايه يعني نقول تدلع جوزها شويه. يعني طول الوقت مشاكل وطول الوقت ما فيش اهتمام كده. لو احنا يعني عندنا موضوع النكد ده مش بيفكروا، هو يعني سهل جدا، مش محتاجه تفكير، بيطلع في يعني في ستات من جنسيات تانية مثلا لا بتفكر وتخط، لا هنا عندنا ما تحس ان هو بيطلع مش محتاج اصلا تخطيط. طب ممكن نعرف ايه نوع النكد اللي بيتنكد عليك فيه؟ كتير جدا، يعني ممكن بسبب حاجات بسيطه جدا وبسبب حاجات تافهه جدا. زي مثلا قومي يا مدام اشتري حاجه للبيت وكده والحاجات دي، لا انا مش هنزل دلوقتي، لا انت ما تمشيش عليا، الحاجات دي. يعني هي حضرتك عايز تخرج وهي مثلا مش عايزه تخرج؟ بالظبط كده. طب مش يمكن هي تعبانه في البيت مع الاولاد؟ لا يعني اكيد هو مفيش غير ولد واحد، يعني ولد ما بيتعبش حد. ولد عنده قد ايه؟ عنده 3 سنين ونص. طيب يعني هو في المنتصف شوية، بس هما الأطفال دي حركتها كتيرة جدا، فغصب عنها بتبقى هي مجهدة. فأنت ممكن تحاول تقرب الموضوع بطريقة تانية، يعني ممكن تحاول. أنا سامع صوت البيبي دلوقتي بسهولنا. ربنا يخليه لك.
ايه المشكله لما المره الجايه قبلها تجيب لها مثلا ورده بدل كيلو كفته مثلا؟ هتلاقي الموضوع لطيف قوي، احنا بتضحك علينا بكلمتين والله. طب ولو ذهب بيجي مكان الكيلو كفته؟ لو ايه؟ ذهب. لو ذهب بيجي مكان الكيلو كفته. الفلوس والله صدقني مش كل حاجه، طريقه عرضك ليها ايه؟ بتديها لها وخلاص وبعد كده بتهمل، ولا بتديها لها بحب؟ لا انا اكيد بديها لها بحب، يعني اكيد مفيش راجل بينزل يشتري هديه للست بتاعته يعني من غير ما يكون في حب. كلامك صح. انا رايي انك لازم تقعد معاها وتكلمه، لازم تتفق معاها نحل المشكله ازاي. الاتصال اتقطع. معانا دنيا. الو مساء الخير. الو مساء النور. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. صباح الخير. منوره الشاشه. صباح الحب. صباح الجمال يا حبيبه قلبي. صباح الخير. كنت بكلم حضرتك عن حوار الغيره. ايوه. تمام. مش كل الرجاله بتقبل للغيره. الراجل دايما عايز هو اللي يغير، هو اللي يتحكم، هو اللي يقول لك لا اعملي كذا ما تعمليش كذا، لكن انت لما بتيجي تغيري لا ده مش حق من حقوقك. ده عادي. لا مش عادي، في ناس كتير قوي ما بتفهمش دوت. ده حقيقي. اه. فعلا ده حقيقي، لكن انا لما اجي مثلا الاقي مثلا بتكلم واحده او في لينك بينك وبين حد في الشغل مش من حقك، مش شايفاه ان هو كويس او مش من حقك، الشكل العام مش مظبوط، فاقول لك مثلا إيه طب ليه مثلا بتتكلم كده؟ ليه بتبعت لك على الواتساب؟ ما انا لو في شغل يبقى جوه الشغل مش خارج الشغل. صح. وفجاه بقى بالرد وانت مالك؟ شغلي وانا حر. لا مش شغلك وانت حر، زي ما انت مالك مشاعر واحاسيس وحياه، انا برضو ليا، انا برضو انسانه زيك وليا مشاعر واحاسيس، يا اما ما كناش من الاول نتجوز. يبقى ما كانش فيه من الاول يبقى فيه حب. الحب عباره عن ايه؟ الحب اهتمام، ثقه، ثقه عمياء ما بين الاثنين، موده ورحمه. موده رحمه. لكن دلوقتي صدقيني في الزمن اللي احنا فيه انا شايفه مشاكل كتير، وحواليا من التجارب الحياه اللي حواليا انا شايفه كتير رجاله ماشيه عكس التيار وعكس الاتجاه، وان الست دي خلاص انا امتلكتك فانت في البيت بقى اعملي اللي انت عايزه تعمليه، اخبطي دماغك في الحيطه. انا حر. لا انت مش حر، زي ما انت ما حر انا برضو حره، زي ما انت ليك القرار انا برضو ليا القرار. ما هو انا لما بغير عليك بغير عليك ليه؟ بغير عليك عشان بتحبيه. طبعا عشان بتحبيه. ما هو احنا اتكلمنا في الاول ان الغيره ده نوع من انواع الحب. طيب معانا استاذه سلوى. ايوه السلام عليكم. الو. عليكم السلام. ايوه اهلا بحضرتك، نورتينا. صباح الخير. عامله ايه حضرتك؟ انا معجبه ببرنامج حضرتك جدا والله. ربنا يخليكي، ده شرف لينا يا رب، بس نكون عارفين نوصل رسالتنا. لا والله الصراحه ما شاء الله عليكم. متشكره ليكي، اتفضلي. ايوه اوكي، الخط اتقطع. طيب احنا مش عايزين ننسى، كان في حد اتكلم في الاول اسمها ساره. فانا بس كنت عايز اقول لها حاجه، ان ما تسمحيش لحد ابدا يحسس ياثر على شكلك ابدا، حتى لو ولادك ابدا يعني. بس تمام، احنا مضطرين ننهي الحلقه بتاعتنا النهارده. بجد كان يوم جميل جدا جدا، وانا مبسوطه قوي، واحنا مبسوطين باسره البرنامج، وبشكر كل الاعداد وكل التصوير والانتاج، كل حاجه يعني كل حاجه. بجد النهارده كان يوم رائع جدا، ومبسوطه جدا بمشاركتكم معانا، ونستناكم يوم السبت الجاي ان شاء الله في فقره جديده مع دعوه للحب.